السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مراتك على الفيسبوك كذا اليوتيوب في حصاد الأسبوع دوزيام سومان. ألور حصاد الأسبوع هذايا تاع اليوم راح نحطوا فيه مختلف المواضيع اللي تطرقنا لها طبعا، وإلا المستجدات اللي دخلت للساحة الخاصة بالسياحة وإلى بالفيزا بصورة عامة في الجزائر. ألور نخليكم مع البتي انترو هدايا ونديماريو مع الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم كالعادة يجيكم من لا سيتي أوزاز، الكارتي اللي خلقت فيه وكبرت فيه. ألور دي ماريو. الاسبوع تاع اليوم هو السوجي الكبير اللي هو فيزا لا تركي. بالنسبه لفيزا تركيا، فيزا تركيا راهو اعلنوا بصوره غير رسميه حسب شنو نقول انا، لاني دابخي واش شفت انا لومباساد مازال ما حطتش انونس على الحاجه هذه. راهم يقولوا باللي الناس اللي مازالت ما قفلتش 15 فما اسفل يعني اقل من 15 الفيزا راها معفيه، معناها يدخلوا التراب التركي بدون فيزا. الناس اللي في عمرها 65 سنه فما فوق ايضا الفيزا تاعهم راها غراتويت، معناها يدخلوا للتيريتوار تركوا سون فيزا. معناها هذه المعلومه اللي راها متوفره حاليا على حسب المصادر اللي حطتها مختلف وكالات السياحه في الجزائر وكذا الجريده الاخباريه النهار الجزائريه. هذول هديه بالنسبه لتركيا. بالنسبه للدراسه في الخارج، هنا حبيت ندير لكم الا نعطيكم شويه معلومات عليها بركة، ونقول لكم باللي جينيرالمون كان انا نسمع بغير حاجه واحده اسمها اي اف الايديوكيشن فيرست والى اف 1 دي زد. هذوك معروفين يخدموا من حوالي 1998، الله يبارك عليهم، يعني دي جون بيان دي جون سيريو. حاجه واحده تعلموها باللي الفيزا عمرها ما كانت مضمونه، يعني مهما تخلصوا مهما تديروا الفيزا تاع لونغ سيجور ولا فيزا لانغويستيك عفوا راها ماهيش حاجه اوفيسيال. تسمى تحبوا انتم ديروا دوموند فيزا تاعكم وكوردو لانغويستيك، ننصحكم حطوا في بالكم برك باللي الفيزا راها غير مضمونه. المصاريف اللي تدفعوها على فونس ترجع لكم كامله، جوست ينحيو لكم قيمه لي فري تاع الدوسي اللي تتراوح طبعا من بين 30000 حتى 60000 دينار جزائريه. هذه حقكم، لازم تعلموا باللي لازم يرجعوه لكم. بالنسبه للدول المنسيه، الدول المنسيه اللي راني تولهت انا باللي كاينه حمى. الحمى واش هي هذه؟ حمى الفواياج اورغانيزي فيغ لا تونيزي فيغ لا تركي. معناها الشعب الجزائري للاسف ما عندوش خيار انه يخير دوله اخرى يعقب فيها ريفيون والا ينحي على باله فيها ويعقب لي فاكونس. كاين دول كثيره يعني منسيه، من بينها صربيا، من بينها سلوفيكيا، من بينها المانيا، ومن بينها كرواتيا اللي الفيزا تعتبر. المانيا ايضا اللي الفيزا تاعها تعتبر فيزا يعني نقدر نقولوا فيزا سهله نسبيا، لانه المانيا حتى كي يعود عندك ريفيو ما تستعرفش الالمان بالريفيو هذاك، الالمان تتريتي الدوسي تاعك على حسب المستجدات وعلى حسب واش كاين قدامهم وثائق معينه. جيست ننصحكم بركة كي تدفعوا انتم مدوسه حاولوا تدفعوهم دوسي ريغلو، ايفيتيو الدرح الوراقي، ايفيتيو ديروا امور غير قانونيه، لانه الطريقه هذيك ما عندها وين حتوصلكم. كما كنت نقول لكم باللي المانيا الفيزا تاعها نسبيا سهله، وعلاه نسبيا سهله؟ لانه هما كيعود انسان عنده ان بون دوسي، عنده ان دوسي ريغلو صحيح، معناها لا يعني الفيزا تاعو حتكون غارونتي. جوست باك لا ريزرفاسيون اوتيل يلفو تكون حاجه سوبر كونفيرمي، لو تيركس دافيون تو سكي فورمولار اي تو لازم يتعمروا بعنايه. وما تنساوش ايضا ديروا اون اتيستاسيون دو فواياج والا اون لتر دو فواياج، هذيك راح تعاونكم بزاف. هذا هو طبعا حصاد الاسبوع لهذا اليوم، لاني عملت البارح حصاد جست هذا التكمله. وترقبوا طبعا باللي في الحصاد الجاي راح نحكيوا على ايديرنا والطريق الى تركيا عن طريق دول البلقان، اللي المعلومات هذه باللي كاينه فيها امور في الخفاء، امور في الظلام، يعني اللي فريمون 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 لازم يبانوا. كالعاده معكم مراتك، راني كالعاده ندور في كارتيه مع ولاد كارتيه، الله يبارك عليهم. تهلاو لي في رايكم خاوتي، والى اللقاء.